مشاهدي المتابعة مباشرة من مصر وكل مواقع مقاعد مصر الاعلام بلد، النهارده متواجدين في مسجد الحمدية الشاذلية بجوار نادي الزمالك طبعا لاستقبال العزاء في الراحلة شيرين سيف النصر الفنانة الجميلة طبعا الذي صدم الجميع من راحلها بعد اعلان اخوها عن توفيها منذ ايام عديدة. نحن هنا استقبلان العزاء في مسجد الحمدية الشاذلية زي ما حضراتكم شايفين دوبلير وشبيه عادل امام متواجد هنا لتقديم واجب العزاء، ايضا تواجد الاعلامي الكبير طارق علام، وتواجد ايضا يعني الدكتور اشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية هنا في مسجد الحمدية الشاذلية. طبعا يعني اشهر اعمال الفنانة شيرين سيف النصر كانت امير الظلام كابوريا، طبعا امير الظلام كان مع الفنان القدير عادل امام، وكابوريا كان مع احمد زكي، وايضا يعني شاركت في المال والبنون مع الفنان الكبير احمد عبد العزيز التي حزن ونشر على موقع التواصل الاجتماعي حزنه الشديد على رحيل صديقته طبعا في الفن الفنانه الكبيره والجميله شيرين سيف الله. هنا يستقبل العزاء طبعا في شقيقته هنا في مسجد الحمدية الشاذلية. يا قلبي يا قلبي انا خلص بس لايفاتنا ونبقى نشوف بس يا عم عشان انت وقفت وقعت مش فاهمه انت مش فاهمه ايه؟ بقولك مش فاهمه احنا هو فين؟ موقع ايه؟ موقع ايه؟ انا مش قادره اتكلم يلا يا اشرف يا زفت ايوه اشتركوا
انت اللي جابك يا مصطفى؟ مصطفى؟ يا مصطفى بص عودنا والله العظيم ما لحقتش ابارك لك اقسم بالله انا ما عرفت كنت كسر انا ترند الواحد من غير اي حاجه انت بتتكلم مره مع صح حاجه خدمه ده قلت لك نسيت ايه من لا طب خد اللي نسيت بس ما اسلك على موقع هو اللي بيديني شايفين الاعلام الكبير طارق اعلام يتواجد هنا لتقديم واجب العزاء في شيرين سيف النصر زي ما حضراتكم شايفين هنا تواجد يعني الاعلامي طارق اعلام خلص طارق ربنا يرحمه كلها بس في البخاري جامع محمد شايفين الإعلامي طارق علام هنا يقدم واجب العزاء في 20 سيف النصر بعد رحلها طبعا على علمنا من منذ عدة أيام Thank you.